اتفضلي. اهلا وسهلا. دي الغازيه يا ترى ايه اللي جايبك؟ ما ناقصينش احنا. بس يا بنت فضل تعالي كل يا ده. لا الف هنا، خلص واكل براحتك وانا هستناك. انا خلاص كلت خير. وجع في عرضك؟ بكري ضربني وكنت هموت في يده. لقيت نفسي جريت وجيت على هنا عشان ما لقيتش حته تانيه اروحها. سبحان الله. طب جدد انت وبكري، هو كل مره بتهربي منه ما بتلاقوش غير هنا؟ كلفي نفسك حتى انك تدوري على كدبه تاني؟ يعني مثلا مره خلي بكري هو اللي بيجري وانت بتجري وراه. مش حاسه ان عندها حق؟ والله ده اللي حصل وما بكذب. ولو مجيتي عندك اتحمى فيك مضايقه اروح ابيت في اي غيط. وانت كمان جايه ناوي على بياتي او ليه يا غزيه انت؟ بنت يا فاطمه خش نامي في اوضتك. يلا غوري. بجاحه ما شفتهاش في حياتي. قال ايه؟ لو مجيتي مضايقاك اروح انام في اي غيط. ما تغوري. مسعد جهز لدهب حته تنام فيها. يلا مالك مبلم ليه؟ يلا اتفضلي. تسلم يا ولد الاصول يا جدع. جيت اطمن عليك يا نوماري بعد ما مصطفى حكى قدامي. جت يا خالي انك جربت على غفران كيف ما ابوي قال؟ انا كنت عارفه انك هتعمل كده يا نوماري. مش عارف اعمل ايه في مرتي وعيالي عزيزه. انت الوحيدة اللي فاهمة كل حاجة يا اختي، عارفة المشاكل اللي هتبقى فوق راسي. انا ما قلتلكش تعمل حاجة عشان انت اللي عملت كده من نفسك. ولو ندمان ولا خايف على زعل مرتك يلا روح له. انا لا ندمان ولا زفت، انا بحكي مع اختي. استكتر عليا الحكي؟ لا ما استجل عليك الندب. طب وانت يا خال هتفضل قاعد هنا على طول؟ مش ترجع بيتك تاني؟ اه يا رغدة خلاص مفيش رجوع. واخرتها يا عساف يا اخوي، عراك وتعركت، غجر زلط لمتهم حواليك، على فين بعد كده؟ عاوز ايه؟ كفاياك اللي انت فيه وحل واخلص. ارمي لامه، ولو جليله عاوزاك هتسيبه وترجع، لو ما عاوزاش تغور ويجي بدلها الف. ولا الف ولا مليون، دي جليله يا عزيزه، جليله اللي حبيتها، جليلة اللي ربيتها على يدي، واللي شوقي ليها هو اللي طول في عمري في السجن. أمك صوت جليلة وحمزة وما عنديش كلام تاني.